لأن أفتكر بعد الاتفاق اللي اتفقناه مع البابا بولس السادس بابا روما سنة 73، بعدها بكم شهر فات علي سفير الفاتيكان في مصر وقال لي احنا مستعدين نسلمك كل الكنائس والأديرة والمدارس الكاثوليكية في مقابل انك مجرد تعترف بأولوية بابا روما والكنيسة. فقلت قيل للمسيح لك أعطي هذه كلها من خررت وسبت لي، فاعتذرت طبعا أن أخذ كل الكنائس. نحن لا نحتمي بكنائس قوية، وإلا ما كان أسهل علينا أن نجامل تلك الكنائس، وكان أسهل علينا أن نحن لا نصدر كتبا في اللاهوت المقارب ضد عقائد تلك الكنائس، أو أن ندرس هذا الأمر في كلياتنا اللاهوتية.